تستقبل حديقة الأرمان على مدار اليوم الأسر المصرية التي تحتفل بأعياد الربيع للتمتع بالمناظر الخلابة والطبيعة الساحرة. تفاصيل أكثر بينضم لنا على الهاتف زميلنا عمرو عبد الحميد مراسل الحياة الآن. أهلا بك يا عمرو، إزيك يا عمرو؟ يعني كل سنة وانت طيب يا عمرو وكل المصريين بألف خير وسعادة. كلمنا عن يعني الاستعدادات طبعا مساء الخير زميلتي هند. طبعا تمام، يعني بالفعل مساء الخير هند ومساء الخير على جميع مشاهدينا، وكل عام وانت بخير، وكل عام وقناة الحياة بخير وجميع المصريين اليوم بخير. نحن بالفعل داخل حديقة الأرمان، يعني المشهد رائع للغاية. المواطنين متواجدين حولي ويجلسون هنا، هنالك من جميع الأعمار، أطفال، شباب، سيدات، يعني عائلات، حتى يعني ورصدنا أيضا بعض الأجانب الذين كانوا متواجدين أيضا يعني يتواجدون داخل الحديقة هنا. يعني مشهد رائع للغاية داخل حديقة الأرمان وأيضا بالحدائق المجاورة بشكل عام. هنالك المواطنين في كل مكان يحتفلون بشم النسيم، يعني هذا اليوم الذي يعتبره المصريون ميعادا كل عام للاحتفال. يعني تقدر يعني نقدر نقول كده ان هم من الصباح الباكر وهم متواجدين داخل الحدائق. وبالفعل انا داخل حديقة الأرمان وابدا كلامي مع المهندس محمود زكي حسن رئيس الإدارة المركزية للتشجير والبيئة. برحب بحضرتك يا فندم. برحب بحضرتك وبكل السادة مشاهدي قناة الحياة، وكل عام وكل مصر بخير وسلام، وربنا يديم علينا الأعياد والفرحة دايما إن شاء الله. يا رب يا فندم. طبعا يعني في البداية يا فندم نحب نسأل حضرتك عن استعداداتكم داخل حديقة الأرمان لاستقبال هذا العدد الكبير طبعا اللي بيجي كل عام، بتستعدوا إزاي؟ أولا بيتواكب مع عيد شم النسيم بحديقة الأرمان إقامة معرض زهور الربيع، فبالتالي الحديقة مستعدة تماما لاستقبال السادة الزوار في هذا اليوم الذي يعتبر عيد لكل المصريين باختلاف الطوائف الموجودة فيه. يعني الحديقة بتستعد إن شاء الله بتوفير أكياس للمخلفات بيتم منحها للجمهور وهو داخل، بحيث نحافظ على نظافة الحديقة إلى جانب سلات المهملات المتوفرة بالحديقة، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية للسادة الزوار من دورات مياه وسبل للشرب، إلى جانب وجود كافيتيريا بتقدم كل الخدمات للسادة الزوار في هذا اليوم الجميل. يعني تمام يا فندم. انا شايف طبعا يعني في اعداد كبيره جدا وخصوصا من الاطفال برضو بيلعبوا، يعني انتوا في الحديقه هنا لما بتشوفوا هذا العدد الكبير هل بيكون في استعداد معين بتعملوه؟ احنا اولا بنشرف بالساده الزوار وبنتمنى ان كل يوم بالنسبه لنا يبقى عيد، واحنا وزاره الزراعه مستعده تماما في كافه الحدائق التابعه ليها لاستقبال الزوار من كافة الأعبار في أيام الأعياد وغير الأعياد. تمام يا فندم. طب أحب أسمع طبعا رسالة من حضرتك بمناسبة شم النسيم لكل زوار حديقة الأرمان والمصريين بشكل عام، تحب تقول لهم يعني؟ أولا إحنا بنهنئ أنفسنا ونهنئ كل الشعب المصري بالعيد، بعيد شم النسيم، وبنبعت رسالة لحماة الوطن القوات المسلحة والشرطة على المجهودات المبذولة اللي خلتنا ننعم ونأمن في أعيادنا وداخل مصر بالكامل، وبنوجه لهم كل الشكر والتحية، وعلى المجهود اللي بذلاه معانا الشرطة سواء عن طريق مديرية أمن الجيزة بنقدم لهم كل التحية والشكر في التنظيم وسيولة دخول المواطنين إلى حديقة الأرمان. أما الرسالة إلى المصريين بصفة عامة فإحنا بندعوهم لقضاء وقت ممتع بحديقة الأرمان. حديقة الأرمان دي حديقة تاريخية أنشأت سنة 1875، تم فصلها عن حديقة الأرمان سنة 1900 عن حديقة الحيوان، بها أماكن متعددة عبارة عن أجزاء، جزء الفيكس، جزء الثرو، جزء المعشبة، الصبار، الورد، وهي من أقدم الحدائق التاريخية ومصنفة عالميا. احنا بندعو الجمهور لقضاء وقت ممتع وبنتمنى انه يحافظ على كل الأشجار اللي موجودة وعدم إلقاء المخلفات إلا في الأماكن المخصصة بها.
أكيد يا فندم، وشكرا جزيلا. وأيضا معي يعني الدكتور سيد حسن وهو مدير حديقة الأرمان، برحب بحضرتك برضو يا فندم. أهلا وسهلا بيك، وإحنا متشكرين لقناة الحياة معانا في كل مناسبات يعني. أكيد يا فندم. طبعا أحب برضو أسأل حضرتك عن الاستعدادات، ولكن من ناحية الإدارية نوعا ما، بتستعدوا إزاي كإدارة حديقة الأرمان لاستقبال يوم زي يوم شم النسيم يا فندم؟ أولا بنقول للشعب المصري كل سنة وهو طيب بمناسبة عيد شم النسيم وبمناسبة أعياد الربيع عموما. احنا طبعا بنعمل حملة نظافة عموما في الحديقة كلها، بنعمل نبطشية من المهندسين والإداريين والفنيين والعمال، على أساس كل مجموعة يبقى واخدة بالها من جزء من الحديقة، على أساس بس الأطفال اللي موجودين ما يعبسوش بأي نبات موجود، لأن النباتات دي ذو قيمة في الحديقة. خلينا يا فندم نتكلم شوية برضه، بنخاطب مديرية أمن الجيزة، بنخاطب الإسعاف المصرية، بنخاطب المطافي، بنخاطب المرور، على اساس يبقى متواجدين. المرور طبعا حضرتك لو داخل من الابواب الثلاثه هتلاقي حد من المرور بينظم دخول الناس، على اساس يمنع برضو دخول العربيات للحديقه، لان انت شايف حضرتك الحديقه زحمه جدا، ما ينفعش دخول سيارات في الحديقه. تمام يا فندم، خلينا نتكلم شويه عن حديقه الارمان كحديقه الارمان. هي حديقه الارمان طبعا معروف ان بها انواع من الزهور وانواع من الاشجار يعني نادره نوعا ما او مش موجوده في اي حديقه تانية في مصر، برضو احب اعرف بعض المعلومات عنها يعني. هو انت حضرتك عارف ان حديقه الارمان دي انشاء الخديوي اسماعيل، ودي تعتبر حديقه نباتيه تاريخيه. احنا عندنا مجموعه بتشتهر بها حديقه الارمان، مجموعه نباتات مائيه بتشتهر بها حديقه الارمان، زي زهرة اللوتس. نبات زهرة اللوتس ده نبات طبعا مرسوم على جدران الفراعنه ومشهوره به مصر خالص، اللي هو نبات زهرة اللوتس. عندنا نبات البردي، وطبعا المصريين القدماء كانوا بيستخدموا نبات البردي وموجود على الجدران المعابد. عندنا اشجار التاكسوديوم اللي هي محيطه حوالين حضرتك، دي تعتبر من الانواع النادره. عندنا انواع من الفيكس برضو يعتبر من الانواع النادره الموجوده في الحديقه. بالاضافه عندنا برضو شجيره بتشتهر بها الحديقه، اسمه نبات الاجزوره، ده برضو بيطلع زهره بيضاء ريحتها كويسه جدا. عندنا نبات مسك النهار برضو يعتبر من الحاجات النادره في الحديقه. تمام، يعني اشكر حضرتك طبعا على هذه المعلومات القيمه، بشكر حضرتك جدا. ايضا يعني معي الان احد الاسر الذين جاءوا لي يعني الاحتفال ايضا هنا في شم النسيم، يعني اتعرف بحضرتك يا فندم الاول. شحاته ايوب فرنسيس، اهلا وسهلا يا فندم. حضرتك يا باشا، شم النسيم بالنسبه للمصريين هو عيد كل عام بيجوا فيه الحدائق بشكل عام، احب حضرتك برضو تكلمني بتحتفل بشم النسيم ازاي؟ انا شايف ما شاء الله في اكل وفي حاجات جميله، حابب تقول ايه طبعا للمصريين في البدايه وتقولي عن شم النسيم؟ يعني اكيد حضرتك عارف ان العيد ده دايما مشهوره بيه المصريين بالفسيخ والرنجه والجبنه والبيض، وبتشوف الاطفال زي كده يعني بييجوا يفرحوا معانا، وبنقول كل سنه والمصريين كلهم بخير. بتحتفل يا فندم بشم النسيم كل عام هنا في حديقه الارمان ولا بتروح حدائق عامه؟ يعني احنا بننوع، يعني مثلا السنه اللي فاتت ورحنا حديقة 6 أكتوبر في جسر السويس في عين شمس، وقبليها رحنا كنا بنروح الحديقة الدولية في مدينة نصر، يعني كل سنة بنروح مكان كده. طب كلمني يا فندم عن حديقة الأرمان ورأيك فيها إيه طبعا مع شمال؟ هي الأرمان أول مرة فعلا حضرتك نجيها، بس يعني أنا طلعت من الإنترنت كده إنها فعلا من أقدم الحدائق في مصر، وبقى لها زمن كتير، وبتتميز يعني ان حديقه نباتيه فيها نباتات نادره، زهره اللوتس والحاجات دي يعني، فده اللي جبنا عليها بالذات يعني. تمام، شكرا جزيلا يا فندم. ايضا معي يعني احد المواطنين الذي جاء لي، بس يعني لو تسمح لي بس انا عايزاك برضو توسع الكادر اكبر. عمرو سامعني كويس؟ عايزاك توسع لي الكادر بس اشوف مناظر الاحتفال والمصريين بياكلوا ايه، اخبار الفسيخ والرنجه، واسالهم عن الامن وبالنسبه لعربيات الاسعاف اللي امام الحديقه. والله انا الزرعه دي انا كمان مشهوره بالزهور وبكل انواع الورود والخضره عامه والحاجات الجميله، فانا جيت النهارده على اساس ان انا احتفل تيم وسط الطبيعه والازهار والحاجات الجميله، وبالمره اشتري الجوانب. بنشكر زميلنا عمرو عبد الحميد من امام حديقه الارمان، والشكر ايضا موصول لضيوفه الكرام.